بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم يا جماعة النهاردة ان شاء الله عن السكيور الخاص بالفايل ابلود. دايما بتبقى عارف ان اي حاجة فيها ابلود عندك في الموقع فيه خطورة كبيرة، منها ان الشخص يرفع لك شل او يرفع ملف بحجم كبير ويملأ لك الهوست او يعمل اي حاجة تضر موقعك، لان الفايل ابلود هو اول بوابة بيدخل منها الهاكر لاي موقع في الدنيا. يعني كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده ده من الصعب الدخول عن طريقه، ولكن الابلود هو اكتر حاجة الشخص ممكن يدخل على موقعك منها، او الهاكر بصفة عامة يقدر يدخل على موقعك منها. طيب احنا شرحنا الابلود بالتفصيل وشرح مفصل تفصيلي مفصل في كورس الاي كوميرس، هتلاقي 5 دروس بيتكلموا عن الابلود كاملا. احنا مش هنعيد الموضوع، احنا يهمنا النهاردة زي ما قلنا موضوع الحماية. اول حاجة لازم تاخد بالك منها في الحماية ان انت تحاول تغير اسم الملف اللي بترفع تماما. مفيش داعي ابدا الملف يكون اسمه osama.php.jpg، مفيش داعي تسيبه بالشكل ده. الله اعلم باعدادات السيرفر بتاعتك وايه اللي ممكن هاكر يعمله عن طريق الملف اللي هو رفعه على هيئة ان هو صورة وهو مش صورة، فلازم تاخد بالك من النقطة دي. وحتى لو تلاحظ المواقع العالمية لما بتيجي ترفع الافاتار بتاعك او اي صورة البروفايل بتلاقي ان الصورة بقى اسمها حاجة زي كده مش عارف .jpg مثلا، مفيش داعي ابدا تكون الاسم الصورة بالشكل ده. بس ده مش معناه ان انت ما تقدرش تحل المشكلة دي، بالعكس تقدر بسهولة ان اي شخص رفع صورة باسمها تقدر ان انت تحتفظ بالاسم عادي جدا، مفيش اي مشكلة، عن طريق ان انت تزرع الاسم ده في الداتابيس زي ما هو، لكن الصورة نفسها بتاخد حاجة اسم string بديل، ولما تيجي تعرضها تاني في الموقع تقدر تعرضها بالاسم الاوريجينال اللي انت حطيته في الداتابيس. في work around وفي tricks كتيرة جدا تخليك تعمل الكلام ده، لكن من باب الحماية وعشان ترتاح نفسيا انت بتخزن الاكستنشن على جنب، والباقي كله اللي قبل الدوت ده بتغير اسمه تماما لاسم راندوم، وهنشوف مع بعض الكلام ده باذن الله في الدرس. الحاجة التانية هو موضوع الاكستنشن، لازم اشيك على الاكستنشن عشان اعرف يمكن شخص رافع لي ملف PHP، لازم اكون عارف الملف ده الاكستنشن بتاعه ايه، هل هو صورة هل هو تكست هل هو ملف نوع ايه، عشان اقدر ان انا اتحكم واعرف ايه الملفات الممنوع اللي انا ارفعها. ال MIME type او الميمي type اتكلمنا عنه في كورس ال HTML واتكلمنا عنه كتير في دروس وحاجات منوعة، ان كل ملف في الدنيا ليه اللي هو ال type بتاعه على الانترنت. زي ما اتكلمنا في كورس ال HTML عندك ال MIME او الميمي type اختصار ل Multi Purpose Internet Mail Extension، ان كل ملف ليه، اي ملف انت هتقابله على الانترنت، ملف اوديو ملف صورة ملف JS هتلاقي ليه امتداد بالشكل اللي انت شايفه ده. التكست مثلا هنا اكتب لك التكست الامتداد بتاعه، او عفوا اللي هو امتداد دوت تكست، ال MIME type بتاعه بيكون اسمه تكست سلاش بلين. مثلا الاوديو او الصورة image/jpeg او jpg مثلا، وعندك image/png، كل امتداد خاص بصورة بتشوفه انت بالشكل ده. طيب لحد هنا جميل جدا، وعرفنا موضوع ان احنا كمان هنشيك على ال MIME. طيب اخر حاجة ان احنا نشيك على الفايل سايز، مهم جدا موضوع الفايل سايز. عارف ليه؟ ممكن واحد لو انت مش مانع مش عامل ريستريكت لسايز معين، وعندك في اعدادات البي اتش بي مثلا انت مش محدد كمان سايز معين، ممكن شخص يرفع لك ملف كبير جدا لان انت مش حاطط له اي ريستريكشن، ممكن يطلع له ايرور من البي اتش بي لو انت مش بتتبع الخطوات اللي احنا خدناها في الحماية قبل كده. طبعا في حاجات كتير جدا 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 فوق ما تتصور مور ادفانسد لموضوع الحماية في الابلود، هقول لك على مثال منهم. تخيل ان انت ممكن تقدر تشيك على اول 10 بايت من الصورة من الملف عشان تعرف هل هو صورة ولا لا بمكتبة اسمها JD في البي اتش بي، لكن برضو بيتم التحايل عليها، ولما يتم التحايل عليها وان عدتم عدنا هتلاقي تريك تاني وتالت، وكل ما تلاقي تريك تلاقي الهاكر عدوا وهكذا. احنا مش عايزين نتعمق 100%، احنا عندنا اصلا حلول كتير جدا تخلينا مفيش داعي ابدا للتعقيدات، وهي زي ما اتفقنا الدرس اللي فات، لو انت حد تخطى الحماية بتاعتك ورفع ملف PHP اهلا بيه، مش هيعرف يشغله لان احنا عملنا عن طريق الفايلز ماتش ان الشخص ما يقدرش يشغل الملف ده. طيب في العادي يا جماعة عايزين بقى نتأكد، اول حاجة نشيك نقول له NF و NDF، نقول له في حالة ان السيرفر الريكوست ميثود بتاعتنا بتساوي بوست، هنبعت بقى احنا دلوقتي الصورة ونتفرج على اللي احنا هنتعلمه جديد. لو السيرفر ريكوست ميثود عبارة عن بوست اللي انا هجيها من الفورم، ما تنساش المالتي بارت فورم داتا اللي في الانكريبشن تايب عشان تقدر ترفع صورة من الفورم، ناس كتير بتنسى الاتريبيوت ده ويلاقي الصورة ما اترفعتش ويتجنن وما يكونش عارف السبب.
هنبدأ نجيب المتغيرات اللي احنا بنجيبها من الفورم. هسمي اول واحد مثلا image name على سبيل المثال، هيكون ادي الفايلز بتاعتنا جواها هنا اسم الحقل بتاعنا اللي هو اسمه image، هنا نسميه image اهو، وبعدين هنا النيم ده هيكون اسم الصورة. وخلينا نمشي خطوة خطوة ونطبع الامج نيم ده علشان ما نتعطلش وعشان ما نروحش الحتة بعيدة ويقف قدامنا اي حاجة. هروح ارفع صورة زي دي مثلا، يعني ما شاء الله عليا بصراحة مفيش زرار submit، فاقول له input type يساوي submit value اي حاجة طبعا send upload اي حاجة تعجبك عادي. وبعد كده هنرفع الصورة تانية اهي وهقول له upload. دي الصورة بتاعتي كتب لي 1.png زي ما انت شايف، ده اسم الصورة. الحاجة التانية اللي بعد اسم الصورة على طول هتكون بعد مثلا اسم الصورة نسميها image size مثلا، الحجم بتاع الصورة هيكون هنا size. وبعد كده عندنا اتنين تاني image size و image name، وخلينا نقول التمب name نسميها تمب مثلا، وهنا تمب name الاسم اللي بيتحط في التمب قبل ما يتنقل المكان المناسب بتاعه. وبعدين فضل لنا اخر حاجة خالص اللي هي الامج تايب، وهنيجي هنا نقول له تايب. وخلينا نطبع الاربعة الحلوين دول ورا بعض، السايز وهنا التمب واخر حاجة خالص اللي هي التايب. بقى عندنا نيم وسايز وتمب وتايب، خلينا نحط وراهم كده ايه بي ار ظريفة علشان ما يجوش جنب بعض. وهنروح نرفع الصورة تاني ونشوف البيانات دي كلها اللي احنا عايزينها. اوكي مفيش مشكلة، اسم الصورة، الحجم بتاعها 52 كيلو بايت تقريبا، التمب المسار بتاع التمب اللي بيحط فيه الصورة قبل ما ينقلها المكان تاني، وهنا التايب او الميمي تايب زي ما انت شايف image slash png هو ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية. كده رفعنا الصورة وجبنا البيانات بتاعتها كاملة، وهنبدأ واحدة واحدة نشيك عشان نشوف الحماية هتتم ازاي. لحد هنا علشان انا مش عايز اطول الدرس اكتر من كده، احنا خدنا المقدمة عن ليه وعملنا كده ليه وليه احنا مفروض نعمل الخطوات دي، وهنبص بصة قبل ما نقفل الدرس ونكمله ان شاء الله في الدرس الجاي على الموقع اللي اسمه OWASP. كتب لك هنا عن الحاجات اللي ممكن تحصل عن طريق الابلود بتاع الصور اللي هو unrestricted file upload. عندك فايل ابلود بس unrestricted، مفيش حاجة عاملاه له restrict خالص. كتب لك الشخص ممكن يقدر يرفع جي اس بي فايل ويشغله، ممكن يرفع فايل باسم مثلا معين او حاجة امتداد معين يشغله لك، ممكن حاجة اسمها فايل سبيس دينير اوف سيرفيس يرفع لك فايل اعلى، هيوج فايل اعلى من اللي انت مش محددها، انت مش قايل له ان مثلا اخري 1 ميجا، ما ينفعش واحد مثلا يرفع صورة 100 ميجا، في صورة 100 ميجا ما ينفعش، بس انت مش محدد له انا ارفع لحد فين، فمش قايل له، فلازم تكون قايل له، لازم تعمل حسابك على النقطة دي. زمان كانوا بيرفعوا صور، واعتقد والله اعلم انه مازال ان انت تقدر ترفع صوره فيها فلاش اوبجكت ويحصل لك كروس سايت سكريبتنج تاني ويحصل بلاوي ايام الفلاش كانت بتحصل كتير جدا وهكذا، او ترفع HTML5 يكون فيه جافا سكريبت جواه وحاجات كتير جدا طبعا مش محتاج اقول لك. يعني كل الكلام ده كله لو انت ما عملتش ريستريكت على الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه هنا، ان انت تعمل حسابك عليه، تغير الاسم زي ما اتفقنا، الاكستنشن تشيك عليه هل هو تبع الاري اللي احنا هنديها له اللي هي جي بي جي بي ان جي جي اي اف اللي هي نوع الصور اللي انت محتاجه وهو محتاج تكست مثلا تضيفها، وتشيك على الميمي تايب وتشيك على السايز. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم مع التكمله ان شاء الله، والسلام عليكم.